إذن انطلاقة صحيحة لأسرع سباقات العالم على الكراسي المتحركة. الألماني مارك شو كعادته ينطلق في البداية البطل وحداني الآن، والسويسري هوفبرسي القادم من القلب. أحمد عواد التونسي العربي ينهي السباق في المركز الثاني. أعتقد أن هوك مارسيل المرعب العملاق السويسري العالمي ينهي سباق المئة متر متفوقا، ورافقه على خط النهاية أحمد عوادي التونسي. مشاركة إذن عربية إماراتية ألمانية سويسرية دنماركية في أسرع سباقات بطولة فزاعة الدولية الرابعة.